وعلى المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، آخر المساعدات التي وصلت لديك إلى مطار العريش؟ بعد التحية إيمان، يعني استكمالا لما ذكرتموه من الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ قليل، أيضا هناك يعني نتحدث عن طائرتين هبطتا في مطار العريش. الطائرة قادمة من دبي وهي طائرة صينية على بها بعض المساعدات من الصين. هذه الطائرة على متنها 17 طن من الأدوات الطبية والحقائب الإسعافية، بالإضافة إلى طائرة تركية أخرى على متنها 45 طن من المواد الإعاشية. هذه الطائرات بالفعل وصلت إلى مطار العريش، وكنا نتابع أيضا تفريخ حمولة الطائرة التي قادمة من دبي وهي طائرة بها مساعدات صينية في المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر. بيتم تفريغ هذه المساعدات وتجهيزها لحملها على الشاحنات الموجودة بمخازن الهلال الأحمر المصري، تمهيدا لإرسالها إلى معبر رفح لدخولها من هناك. محمود، يبدو أننا فقدنا التواصل مع محمود جميل. على أي حال نشكره على نقل الصورة من مطار العريش الدولي، محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.